المنتخبين بنعم. بالإجماع تمت المصادقة على مشروع التعديل الدستوري من طرف نواب الغرفة العليا للبرلمان كآخر إجراء قانوني يسبق الاستفتاء الشعبي المقرر في الفتح من نوفمبر المقبل. المنتخبون بنعم 127. لا 0. المنتخب 1. وعلى هذه النتيجة العامة أعلن رسميا بانتخاب المشروع الدستوري. في عرضه لأهم ما جاء في المشروع أكد الوزير الأول على كون الدستور الجديد يؤسس لبناء دولة ديمقراطية حقيقية ويضمن تحقيق الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها. ويأتي هذا المشروع المعروض على تصويت السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة استجابة لتطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية حقيقية تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية وتكون قادرة على رفع التحديات الكبيرة التي يفرضها علينا الواقع الوطني وتطورات على المستوى الدولي. مصادقة مجلس الأمة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون التعديل الدستوري أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية التي عرضت تقريرها المفصل أمام النواب. في تسيير شؤون العامة إن اللجنة القانونية الموسعة ترى بأن ما جاء في مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور يترجم حقا رغبة السيد رئيس الجمهورية في التأسيس لجمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري وآماله يكون عمادها دستورا توافقيا، خاصة وأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور كان قد خضع لنقاش واسع أفرز مقترحات عديدة. وفي انتظار تحقق المطالب الشعبية التي كرسها حراك 22 فبراير يبقى مصير الدستور الجديد معلقا بقرار الجزائريين يوم الفاتح من نوفمبر.